نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الموت، تذكركم بالموت. ومن هنا جاءت المشروعية لكل قبر، سواء كان للأولياء أو لغيرهم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور على وجه العموم، ألا فزوروها بإطلاق، يعني كل ما هو قبر زوره، ما فيش مانع. يبقى إذن الأصل والقاعدة المشروعية، مشروعية زيارة القبور، زيارة القبور. والأولى بالزيارة هي قبور الصالحين، قبور الأنبياء، قبور الأولياء، لأن هذه الأماكن هي مظنة حصول الرحمة.